للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف البروفيسور فؤاد عودة، خبير الصحة العالمية وعلوم الفيروسات والبكتيريا. دكتور، برأيك ماذا عن تصريحات منظمة الصحة العالمية وتفشي جدري القردة؟ تحياتي للجميع. بالنسبة لهذا القرار كان متوقع، لأنه إحنا متابعين من أول يوم وشفنا أنه في تقدم دائماً وازدياد الاحصائيات. بنوصل لحاله طوارئ لما الاحصائيات تزيد نسبتها كثير في فتره قصيره، زي ما صار في اوروبا في اخر اسابيع، ارتفع عدد من 50% عدد المصابين. في نفس الوقت يزداد عدد الدول اللي مصاب فيها الأشخاص، خصوصا في مرض جدري الكرود. عشان هيك اليوم نتكلم عن وضع في أوروبا قلق بكثير. ليش؟ لأنه أزيد من 17 ألف حالي في العالم، بس احنا بنتذكر أنه قبل ب 25/6 كان العدد في العالم تقريبا 3000 حالي، عشان هيك ارتفاع مستمر. أسباب الارتفاع ما هي دكتور؟ عفوا على المقاطعة، لكن ما هي أساليب الانتشار والوقاية إذن؟ نعم، عشان هيك لازم ناخذ في عين الاعتبار المصابين. مثلا في أوروبا أزيد من 80% من المصابين هم بين الرجال، واللي مارسوا عملية الجينز بين الرجال، وليس فقط بين الرجال. عشان هيك المرتبة الأولى انتباه لهذه النقطة، وخصوصا الذهاب إلى الدول العربية والأفريقية في هذه الفترة. عشان هيك لازم نخبر الدكتور بأسرع وقت ممكن، وإذا في عنا أعراض تشبه أعراض جدري القرود أو الأمراض الثانية. ثانيا، بالنسبة لانتشار المرض، نعرف انه من الحيوان للانسان، من الانسان للانسان، خصوصا الاطفال، الاشخاص اللي عندهم مناعة ضعيفة، وخصوصا النساء في اللي حامل في هاي الفترة، بسبب تقريبا ارتفاع نسبة الإصابة بالنسبة للنساء. نعرف انه هذا يختلف عن فيروس عن كورونا فيروس، لانه كورونا فيروس مرض، ما كون الفيروس كنا ما بنعرفش شيء عنه. هذا الفيروس هو من عائله فيروس الجدري. كل الاشخاص اللي عملوا تطعيم بالسابق عندهم احتمال قليل انهم يصابوا، بس في نفس الوقت لازم ناخذ جميع النصائح والارشادات ونتعلم من الاغلاط اللي صارت في بدايه وباء كورونا فيروس. أي إرشادات؟ بالنسبة لكثير من الناس كانوا ما يخبروش أو ما يعملوش تشخيص في مبكر، لأنه التشخيص المبكر مهم. في مثلا ناس كثير من أوروبا يسافرون، خصوصا الرجال المثليين، إلى أفريقيا وإلى الدول العربية. في ظهور هسه كثير حالات زي ما بيخبروني الاطباء في الدول العربيه وفي افريقيا، بس لازم اعلان عنها هاي الحالات. عشان هيك في اوروبا يتم اعلانه فورا، لانه بيتصل في الدكتور. في الدول العربيه والدول الافريقيه للاسف الوقت باخذ ازيد عشان تشخيص هاي الحاله، وفي ناس كثير بخافوا يعلنوا عن اصابتهم لممارسة الجنس بين وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر البروفيسور فؤاد عودة، الخبير في الصحة العالمية وعلوم الفيروسات والبكتيريا.